أهلا بكم في جولة جديدة مع الصحافة العالمية اليوم الخميس 10 أبريل. نستعرض فيها أهم ما ورد من عناوين في الصحف والميديا العربية والأجنبية. نبدأها بالقدس العربي. مقرب من الإخوان يعلن الترشح للرئاسة في أول انتخابات حرة قادمة. الشرق الأوسط، أمريكا تعلن أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية. واشنطن نفت صلتها بالإخوان، والقاهرة تعد وثائق الإثبات. يورو نيوز، انفجار قوي يهز العاصمة اليونانية أثينا. سكاي نيوز، قمر صناعي إسرائيلي جديد للتجسس. وأخيرا البي بي سي، سويسرا تكشف عن طائرة سولار إمبالس 2 التي تعمل بالطاقة الشمسية. شكرا لمتابعتكم.